مرحبا بكم أصدقائي، نلتقي أنا وياكم اليوم مع وصفات كويزين غوستو اللي هي وصفات البغرير. المقادير هما عندي هنا كاين 3 كيسان سميد و3 حبات بيض، كيس خميرة وكيس فاني، و3 مغارف كبار تاع السكر، و3 مغارف صغار تاع الخميرة، و3 كيسان تاع الماء بالك يرفدو كتر، سا ديبون سميدي لا يشرب ولا لا. وعندي مغرف صغيرة تاع ما زهر، ومغرف 2 مغارف صغار تاع الخل. هنا نبداو نديرو سميد، ثلاث مغارف كبار تاع السكر، هايليك. وهنا نجيبو 2 3 مغارف ونص تاع الخميرة. عندي كيس خميرة، كاين اللي يديروا الخميرة مع الاخر، وانا نديرها هنا مع الاول مع السميد. وباكيت على فاني، وعندي 1/2 مغرف ملح، هاني ما قلتها لكمش مقبل، نديرها من هاد الجهة. هنا نحرك كامل المقادير، نحرك كامل المقادير هادو. هنا نفرغ الماء، الكاس الاولاني والكاس الثاني والكاس الثالث، ونحط مغرف صغيرة تاع ما زهر و2 مغارف خل، ونحرك الخليط. هنا الخليط طاو تقيل، طاو تقيل شوية، نزيد له الكاس تاع الماء. نحركه مليح، خلطي بيان. فوالا هكذا نديرو في الخلاط الكهربائي. هنا اللي درتو في الخلاط الكهربائي، خلطو منين يتخلط، نرمي له حبه تاع البيض هاي ليك. Thank you.
هنا درت له نص كاس تاع الماء. هنا نشوفوا الخليط الا راهو مليح، راهو هايل. نخلو دوك يرتاح نص ساعة ونعاود نولي لكم. هكذا فوالا، شوفوا مليح. ودوك نقلبو لكم لتحت، القهوه كامل حمر من هذاك السكر اللي درناه والخل. شوفوا يحمر مليح من تحت فوالا. مش حابني جامي كنت باغيه بنتي. ما هذا جامي بصحتك نسمك. وانتي جوجو دارت لي جام جوجو. وانتي يا وانتي خلاص هي بني الواحد كيفاش، كل واحد كيفاش يخدمه. انا درت له لهنا شويه زبده ودورته، ومن بعد درت لها دوك السكر فوالا هكذا. ما تخافوش كي راهو حمر هكذا بزاف، باسكو درت له الخل والسكر لداخل. فوالا شحال جا هايل، مام خفيف كامل، جا خفيف وجا هايل. وبصحتكم وبقاو على خير. هاي ليك، راني كملتها وحطيتها الصحن التقديم. وبصحتكم ان شاء الله، على بالي على بالكم ما بقات حتى حبه. شوفوا اللي كنت دايره فيها والو. هذا واش بقات حبتي، راح نكملها اليوم. باي باي، بقى على خير.